بالنسبه لرايت دريم هي مختلفه عن اي نادي او اي قطاع ناشئين موجود على مستوى الجمهوريه. احنا بنلف مصر شبر شبر، يعني ما بنسيبش حته غير لما بنكون دخلناها وبصينا حتى القرى. الفلوس او الماده اصبحت اهم عنصر النهارده في الكره المصريه، كله لجأ للاستثمار. الاستثمار اللي بيتعمل في الانديه وفي قطاعات الناشئين بوظت فكره اكتشاف المواهب اللي موجوده على مستوى الجمهوريه، فمبقاش الموهبه بتاخد حقها. وجود رايت تو دريم احنا بندور على الموهبه دي، فكره الفلوس مش ده اللي احنا بندور عليه، احنا بندور على الموهبه عشان ننمي الموهبه دي ونطورها على كل المستويات، بحيث ان هم يقدروا يلعبوا في اكبر انديه اوروبا او يروحوا يدرسوا في احسن جامعات في العالم. وعشان خاطر ان احنا نبقى باصين لقدام، ان احنا في 2030 يبقى منتخب مصر ده بينافس على كأس العالم.